في بلاد طيبة التي توصف دائما بأنها شعب أصيل بتاريخ عريق على أرض طيبة، يقرأ علينا المهندس أسامة فهمي الباحث في التراث بعضا من منشطات الأخبار التي نشرت في الصحف والمجلات منذ زمن فات، معلقا عليها ومبينا أن الحاضر هو مجرد رجع صدى للماضي وأن تاريخنا يقوي انتماءنا لحاضرنا. حضرة السادة المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات إلى بلاد طيبة. نستكمل ما جاء في مجلة الاثنين والدنيا الصادرة في 28 مايو سنة 1945 من مكتبة والد محمد فهمي. بداخل العدد في الملك فاروق وأساتذته القدماء، هو المقالة تبجيل للأساتذة لكن أغلبهم أجانب، ما كانش فيه غير شخصية مصرية. كاتب المقال كريم ثابت. كريم ثابت الصحفي والمروج الإعلامي في عصر الملك فاروق له. تحت عنوان: في إحدى أيام الأسبوع الماضي شاهد كثيرون جلالة مليكنا يتناول العشاء في مكان عام في العاصمة وبصحبة جلالته ضابط بريطاني برتبة ليفتنانت كولونيل، يعني بين قوسين بك باشي. كان من الطبيعي أن يسأل الحاضرون من يكون هذا الضابط. مظهر حديث الملك يدل على أنه يتمتع بحظوة خاصة. الضابط كان تقدير الحاضرين له لأن في محلة، لأن الملك يشمله بعطف خاص. ترجع معرفة جلالة الملك به منذ عام 1935. إيه اللي حصل؟ في هذه الفترة الملك فؤاد بحث عن شخص يعلم الأمير فاروق فنون السباحة والقفز المائي عشان يدرب ولي العهد عليهم. في الفترة دي كانت الأسرة الملكية بتقضي الصيف في إسكندرية. اهتدى الباحثون إلى ضابط بريطاني عمل بحث، اهتدوا إلى ضابط بريطاني مقيم في الإسكندرية مع فرقته. أفصحوا له الأمر، رحب به، كان هو الضابط البريطاني اللي احنا ذكرنا اسمه موريارتي. موريارتي ده أخذ يتردد على قصر المنتزه في المواعيد التي عينت له، ونشأت بينه وبين ولي العهد صداقة. سافر جلالتي إلى إنجلترا وبعد عهد قصير نقل إليها معلمه في السباحة، زاره في كينري هاوس ودربه على السباحة برضه في بريطانيا. بيستعار التاريخ عودة الملك وفاة الملك فؤاد وعودة الأمير فاروق، ومر على هذا الحديث 9 سنوات، والكاتب بيحكي حكاية يعني كأنها هو شيء عابر، شخص دربه، لكن الاستطالة في الوصف، وصف السنوات، يعني كأن حد بيجهز حد هيروح يدخل أولمبياد يحصل على ميدالية. منذ أيام وصل الضابط إلى مدينة الإسكندرية في مهمة تستغرق أياما، فتذكر ما قال له جلالة الملك فاروق لما ودعه. تساءل مع نفسه هل سيذكره جلالته؟ تردد قليلا ثم أقدم، فاتصل بقصر عابدين من الإسكندرية وراجع منهم أن يرفعوا اسمه إلى مقام صاحب الجلالة مشفوعا بتحيته. ما كاد جلالته يطلع على الاسم حتى تذكر معلمه القديم أمر بدعوته إلى القاهرة، وقيل لجلالته أنه لا يستطيع أن يغادر الإسكندرية إلا بإذن خاص. أوعز جلالته إلى أحد رجاله بالاتصال بالأميرال رئيسه في إسكندرية ليمنحه أجازة. نزل الرئيس على رغبة جلالته وسمح لموريارتي بأجازة يومين، ونزل في فندق شيبارد ضيفا على الملك ليقابل جلالته.
يعني قابله، عارف منه انه اتجوز، سأله عن احواله واولاده، وسأله الملك الساعة اللي اهدها له يا ترى بتؤدي مهمتها معاك ولا لا؟ قال له اه انا حريص على ايداعها، لما نشبت الحرب يعني خبتها، واحسن بعدين تضيع مني واحسن تتكسر لانها غالية عليا. كلام كريم ثابت المعهود. قال له انا ههدي ابنك، جلالة الملك قال له انا ههدي ابنك ساعة تانية. ايه اهمية الحوار ده كله في الافادة للشعب؟ يعني حتى العلاقة ما بينه وما بين رجل بريطاني أدى دوره وخلاص وخد أجرته، ده الأستاذ حمام كده مثلا في فيلم غزل البنات، يعني أنت ليك دور، هتعلم وهتتكل على الله وهتروح. سألها موريارتي جلالته هل هو ضبط على السباحة منذ أن افترقنا؟ قال له بالقدر التي تسمح لي الظروف، وسترى ذلك بنفسك. هنذهب غدا إلى أنشاص، لأنني أنشأت حمام للسباحة في الدار الحديثة التي بنيتها بجوار السرايا القديمة. راحوا إنشاص وتعشى على مائدة جلالة الملك، وسافر وتمنى له دوام التوفيق، ورجع موريارتي اسكندرية فرحان بجلالة الملك وهو بيقابله، وبيقول لقد وجدت فاروق الملك متواضعا، والسماحة اللذين عرفتهما فيه أميرا، فيا له من خلق نبيل عظيم. دول مختصر الكلمتين اللي عايز يوصلهم كريم ثابت. بهذه المناسبة نقول أن جلالة الملك يذكر معظم أساتذته ومعلميه بالخير والتقدير، وهم أصحاب فضل عليه. لا نزال نذكر أنه لما انصرف جلالتي من الحفلة الساهرة التي أقيمت في قصر عابدين يوم حلف اليمين الدستورية، لمحنا بعض رجال التشريفات يبحثون عن بعض المدعوين ويدعونهم إلى الجناح الخاص. سألناهم، قالوا الملك يريد أن يجتمع بأساتذته ومعلميه في جو بعيد عن المراسيم والقيود. قضى معهم جلالته جانبا آخر من السهرة، لم يبقى بينهم من لم يدرك المعنى السامي الذي انطوت عليه هذه اللفتة الكريمة. كان نيسيو دي كومينين مدير الليسيه الفرنسية أستاذ جلالته في اللغة الفرنسية، وقف يخطب في حفلة اعتاد الملك فاروق أن يحضرها تحية الأستاذ القديم. قيل لما جاء أحد الأيام سنة 40 نبأ انهيار فرنسا، لزم الأستاذ داره حزنا، فإذا بابها زبابه يطرق ويجد أمامه الملك فاروق. الملك فاروق ساب كل الدنيا راح يخبط على باب المدرس بتاعه يواسيه في سقوط فرنسا. قال المسيو دي كومينين ومكث الملك معي ساعتين يحدثني في موضوعات شتى ليسري عني وينسيني ألمي، فقد تذكر جلالته في ذلك اليوم أستاذه الوفي، وقال في نفسه أنه لا بد أن يكون في حالة نفسية سيئة، فشرفني بتلك الزيارة التي سأظل أذكرها لجلالته بكل ما ينبض به قلبي من إخلاص وولاء. ما فيش مدرس عربي يحمل جنسية عربية مصرية جاء ذكره في هذا الحديث. الملك بيضيع ساعتين من وقته عشان يواسي مدرسه في اللغة الفرنسية عشان سقوط فرنسا. نتيجة مسابقة ثري حرب، دي طرفة من طرائف المجلة. كان المطلوب في مسابقة ثري الحرب إيجاد النكت المناسبة. هندخل في النكت. الجائزة الأولى بتاعت النكتة دي 5 جنيه، فاز بها حضرة كامل أفندي شكري بالأميرية بمصر، وهي النكتة المنشورة مع صورة ثري الحرب. في صورة لثري الحرب، النكتة ثري الحرب، يا ترى السوق السوداء نمرتها كام؟ الجائزة التانية 2 جنيه، سرير الحرب بعد سماع أزيز التليفون، أما تليفون جليل الحياة صحيح، كل ما أرفع السماعة يقول لي ور ور ور، وش عرفه إن أنا كنت بياع فجل. فاز بها نصيف مرقص الإسكندرية. الجوائز الخمسة كل منها جنيه،
أما اللي عمل التليفون ده غبي قوي، إزاي يركب فيه 5 واحدة والنمرة اللي أنا عايزها فيها 3 5؟ يعني مش عارف أقول لكم إيه، يعني أهو ناس، واحد كاتب، مفيش حد طبعا، كله بحري، مفيش حد كذا. وقد راعت لجنة المسابقة عند فرز الردود انطباق كلام النكتة على الرسم، وقد كان بين النكت ما هو طريف لكن لا ينطبق. واضح إن هما رسموا، وأنت يا متسابق ضع النكتة على ضوء الرسم اللي موجود. صورة أخرى مع طلاب بس من مستوى معين، مستوى معين واضح من اللبس، من القلم اللي كان ممسوك، من شكل الأناقة اللي فيها التلميذ. قامت عدسة الاثنين بجولة في مدارس رياض الأطفال والمدارس الابتدائية للبنين والبنات خلال امتحانات نهاية السنة، وسجلت مظاهر انصراف التلاميذ الصغار إلى أسئلة الامتحان. نشوف الرسم، نشوف الصور والكلمات اللي تحتيها وشكل الأولاد اللي هم صوروهم. ما نزلش في مدرسة مثلا في صعيد أو في قرية عشان نصور إيه شكل العيال اللي بتمتحن يعني. هاي ندخل في الجد شوية. وظائف الحكومة مقبرة الأكفاء. أستاذ محمد كامل سليم بك تاني، عملنا له برضه مقالة قبل كده. لا يزال معظم خريج المدارس يتهافتون على وظائف الحكومة على الرغم من التفاوت الكبير بما تدره الوظيفة بين أرباح العمل الحر. وما يقوله الأمس يحتذى لليوم. أستطيع أن ألخص لك البحث في جملتين: وظائف الحكومة مقبرة الأكفاء وجنة العاطلين، الأعمال الحرة مقبرة العاطلين وجنة الأكفاء. الأكفاء هم بين موظفي الحكومة، هم روحها الفياضة وعقلها المفكر المدبر، الذين يفكرون ويدرسون. إنهم الجنود المجهولون الذين لا يعرفهم المجهولون. هؤلاء هم أكفاء الحكومة. انظر إلى أكفاء الأعمال الحرة، تجدهم نجوم متألقة في سماء الأدب والمحاماة أو الصحافة أو الطب أو التجارة أو الصناعة، ينعمون بالشهرة ويكسبون من المال أضعاف زملائهم في الحكومة، فضلا على أنهم يصبحون ملء السمع والبصر. هو طبعا لما كتب المقال ده، مين كان يملك المال على أنه يعمل مشروع حر فيه؟ مثال فيلم العزيمة، إخراج كمال سليم، بطولة حسين صدقي وأنور وجدي. شاب مطحون من حارة مصرية، تخرج من كلية التجارة، حب يتعين. والد صديقه وأنور وجدي يعني معجب بيه، فقال له اشتغل أنت وابني، لأن ابني عابس لاهي، ابن طبقة. ما تموش الاختلاف ما إلى ذلك، فراح بيكافئه الرجل الباشا، عينه في بنك. حصلت مشكلة وتم فصله من البنك. بعدين في الآخر خالص، آخر الفيلم، بنجد إن يرجع يلتقي تاني ابن الباشا اللي عين حسين صدقي، ويعملوا المشروع مع بعضهم. في عبارة في الفيلم بتقول له: أنا محوش نفتح بيها، ده أنور وجدي ابن الباشا بيقول حسين صدقي ابن الحار، نقدر نفتح بيها المكتب اللي احنا هنشتغل فيه مع بعض. يعني حتى الحل لإنقاذ هذا حامل البكالوريوس جاء بقوة من أصحاب رأس المال، ما كانش في حكومة ساعدته. وده ميزة شخص، إنه يعرف باشا ذو عقلية ما وابن عاقل بعد ذلك، وهما الاتنين اللي صعدوا. الراجل اللي بيقول كلام إن الشغل الحر، والشغل الحر مين هيدي مين الشغل الحر؟
اللي عايز يشتغل شغل حر في الزمن ده اللي هو بيتكلم فيه، في السنين ده اللي بيتكلم فيها، لا يستطيع انه يفتح دكان الا اذا كان معاه راس مال يبتدي بيه مشروع. هيبتدي منين؟ العزيمه مثال لده. نجاح هذا ابن الحاره تم عن طريق، لو اطلقنا عليه تعبيرات الباشا الوطني او الباشا المصري، اللي هو بيحترم العمل، بيحترم الجهد، بيحترم الكد. انما هو هنا هو بيتكلم حوالين ان ليه الناس كانت بتلجأ للحكومه، حتى الحكومه كان ساعتها فيها تعيين بوسائط. انها مقاله ذو اتجاهيه معينه. يرجع يذكر الغلابة، أكثر هؤلاء في الحكومة لا يؤدون عملا يستحق الذكر، وهم مع ذلك يؤجرون أضعاف أضعاف ما يعملون وما يستحقون، ينعمون بالاستقرار في مراكزهم، الاطمئنان على مستقبلهم، ويعلمون علم اليقين أن مرتباتهم آتية لا ريب فيها كل أول شهر، ثم هم مع ذلك غير قانعين. غير قانعين دي يعني دخلنا في نظرات طبقية، يتطلعون إلى الدرجات الأعلى والعلاوات الاستثنائية، يحصل بعضهم بالأقدمية أو بالواسطة، كما دخلوا الحكومة بالمحسوبية والشفاعة. أمثال هؤلاء في الأعمال الحرة ينظر إليهم كما ينظر إلى الطفيليات، لا يعيشون طويلا بل لا يقبلون، وإن قبلوا ففي الحضيض يستقرون. أما لماذا كانت وما زالت الوظائف الحكومية أكثر إغراء للمتعلمين وغير المتعلمين؟ فالجواب ظاهر، الحكومة ماهيات معتدلة للأكفاء عليها للمبتدئين، مسرفة للعاطلين. في الأعمال الحرة ماهيات عالية للأكفاء، صغيرة للمبتدئين، ضئيلة للعاطلين. الحكومة فيها ترقيات. مختصر الكلام عايز يقول إن فاتك الميري اتمرغ في ترابه. إصلاح هذا الحال ليس عسير على من يطلب الإصلاح. لا تعليق على هذا، إلا دي رؤية تبناها شخص ما في وسط ما. طيب، في تحليل ظريف عامله مكرم عبيد باشا، أثر الحرب في ميزانية الدولة. الراجل جايب المصروفات للجيش، غلاء المعاش، نفقات التعليم، الصحة، وجاب الإيرادات. مقارنة ظريفة. ألقى معالي مكرم باشا وزير المالية في الأسبوع الماضي بيانا مستفيضا قدم به ميزانية الدولة المصرية إلى مجلس النواب، ويرى القراء فيما يلي رسوما بيانية دقيقة تبين مدى تأثر بعض أبواب الميزانية المصرية بالحرب، إذ هي تقارن بين هذه الأبواب في عام 45 و 42 و 40. مش هتحدث فيهم، أدعوكم لمشاهدة هذه الصفحة لأنها موضحة بالأرقام وإيه مدى الحكومة عملت إيه. يعني انفاقاتها مثلا، نفقات التعليم سنة كأمثلة بسيطة 4 مليون، نفقات التعليم سنة 40، سنة 45 بقت 8 مليون، الصحة كانت 2 مليون أصبحت 5 مليون، الجيش كان 6 مليون أصبح 8 مليون، إعانة غلاء المعيشة كانت 3 مليون سنة 1940 أصبحت 11 مليون. ده انعكاس على إن الحرب عملت بطالة وناس كتيرة فقدت وظائفها، وتحملت الحكومة هذا الشيء. في شخصية مصرية شديدة التأثير مش مذكورة بشكل عام تاريخي، يمكن ليه شارع باسمه في منطقة العجوزة تقريبا، اسمه محجوب ثابت. محجوب ثابت ده راجل طبيب وأديب وبرلماني وعنصر عالي جدا، كان في ثورة 1919، وقيل وذكر في بعض الكتب إنه تم نفيه في سنة 1919. طيب، الراجل ده توفى في الأسبوع الماضي طبقا لمكاتب الجرايد. فإيه اللي عمله محجوب ثابت؟
كان بيدعو للوحدة أول حاجة بين مصر والسودان. داخليا أدخل التدريب العسكري في المدارس المصرية والجامعات المصرية، لأن ظروفه كانت عالية وكويسة. راح درس الطب في سويسرا وفي باريس. طيب، سعد زغلول كان ساعتها بعد ما رجع كان رئيس وزراء، يعني أصدر قرار إنه يتعين في كلية الطب. كان رئيس الأستاذ الإنجليزي اسمه كيتينج، كان يرى أنه لا يوجد مصري واحد يستحق ويصلح للتدريس بمدرسة الطب، إلا أنه أجبر على أنه يعين الدكتور محجوب ثابت كأول أستاذ لمادة التشريح في الطب الشرعي. كان شخصية غريبة، مهتم بالحركة العمالية، وكان عضو بالحزب الوطني اللي هو مصطفى كامل ومحمد فريد اللي كان بيأيد الخديوي عباس حلمي الثاني، وعمال انتخبوه رئيسا لنقابة العمال. وده راجل طبيب، ده معنى كده ان هو انغماسه في العمل السياسي والتقائه من جميع الناس البسيطة كان عالي جدا. دخل البرلمان عن دايرة كرموز في اسكندرية سنة 1926، ولما كان سعد زغلول رئيس للمجلس ساعتها. لكن الشخصية دي، يعني أنا في صفحة من الصفحات إن النقراشي باشا كان زميل لي، فيعني فوجع، وبيجايبين وصف الحضور ليه والجنازة بتاعته. هنا أول من دعا المجلة كتبة، أول من دعا لتنظيم الحركة العمالية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطبقات الفقيرة سنة 1920، أثارت دعوته هذه سخرية بعض كبار المصريين، لكن بعد نص قرن من كفاحه، يعني سنة 1950، بدأوا يطبقون ما أثار سخريتهم من قبل. دعا إلى إنشاء القرى النموذجية، برضو ضحكوا الناس منه، اعتبروه راجل مثالي. عنده مكتبة خاصة فيها 18,000 مجلد. آخر سنينه كان بيوزع معاشه على المحتاجين من الناس. الشخصية دي شخصية، يعني معرفش ليه التاريخ ما بيذكرهاش كثيرا، يعني إبان ثورة 1919 جمع مبلغ حوالي 80,000 جنيه في هذا الزمن، وإداه لزعماء الثورة عشان ينشطوا بالحركة. وتطوع في المظاهرات سنة 1919 إنه هو كان بيعالج الجرحى والمصابين، وكان بيقتصد جنيهات سافر بيها لجنيف عشان يظهر حقيقة القضية المصرية وموقف الاحتلال من هذا الموضوع، اللي سنة 1928 بعد التصريح بتاعه، بعد الاتفاقيات وبعد التصريح ان مصر خلاص مستقلة وبريطانيا ملهاش دعوة، كان في عديد من الشخصيات التاريخية اثرت في هذا الموضوع. في جزء فيه بسيط جدا هنا اهو، النقراشي باشا لو رجعنا للصفحات، صديق جهاد ومن القلائل الذين يتاح لهم ان ينتزعوا ضحكة وبساطة مع الناس. وبيقول انه في موعد تشييع جنازة وقف دولته يتقبل العزاء بنفسه، ثم رفق جثمان الفقيد حتى وري التراب، ووقف في عزائه يتقبل عزاء المعزين نظرا لعدم وجود من يقوم بهذه المهمة من أقارب الفقيد، فكان له بعد وفاته خير عوض عن الأهل والولد. الله يرحم الشخصيات الوطنية المصرية اللي محدش بيذكرها. آخر فيما هذا العدد، المجلة فيها صورة للأميرة فايزة.
الأميرة فايزة شقيقة شقيقات الملك صورة لها في حفل زفاف مكتوب عليها: احتفلت الأسرة الملكية في الأسبوع الماضي بعقد قران حضرة صاحبة السمو الملكي الأميرة فايزة وسعادة الوجيه محمد علي رؤوف. مين محمد علي رؤوف وإيه الأميرة فايزة؟ بشكل مختصر، محمد علي رؤوف ده حفيد من أحفاد الخديوي إسماعيل. يعني اتجاهاته كانت اتجاهات صوفية، وكان رئيس جمعية محبي محي الدين العربي الأندلسي الصوفي المعروف. هي رفضت أنها تتزوج أي حد تقدم إليها ملوك وتقدم إليها أمراء عرب وشرقيين، رفضتهم. وبعد كده هو الأغرب إن هي وجوزها ده عملوا فيلم تنبأوا فيه بالانقلاب على الأسرة المالكة. يعني المعلومات دي أنا يعني قريتها في مكان ما، وتنبأوا بإيه اللي ممكن اللي هيحصل، وكانت نبوءة حصلت بعد حوالي 10 سنين من هذا الحدث ده. ما كانش عايز تكرر تجربة الأميرة فوزية اللي هي تزوجت شاه إيران. انتقلت إلى باريس وعاشت فيها إلى أن توفت سنة 1994. كانت شخصية من الشخصيات القوية، يعني حتى كانت شخصيتها نفسها قوية على أخوها على الملك فاروق إنها ترفض أي عريس تقدم لها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الحلقة، ونواصل ما بقي من المجلة في العدد القادم إن شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.